إذا تشاهدون المهاجم وحوله دائرة حمراء خارج المقهى. هذه الصور بالطبع تم أخذها من أكثر من كاميرا مثبتة داخل المقهى، هي كاميرات مراقبة. إذا يظهر الآن المهاجم وبيده سلاح آلي على ما يبدو. هذا المقهى كان أحد 7 مواقع تم مهاجمتها في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي. على ما يبدو الهجوم لم ينجح بسبب عطل أصاب البندقية التي كان يتسلح بها المهاجم، والذي يعتقد بأنه مازال فارا، وهو صلاح عبد السلام. إذن هذا هو أول شريط يظهر أو يتسرب عن الهجمات في هذا المقهى.